حقيقة يعني كل من يعبر عن وجهة نظره بما يغضب منهجه أو منطقته أو مصالحه، مصالح كتلته وهكذا، فأحيانا تتقاطع يعني، سواء كان مسألة الموازنة، سواء كان قوانين أخرى، نتفق ونختلف أحيانا، لكن كل من يعتقد بأنه هو صاحب حق هو الصح أو هو هو الأكثر يعني فائدة للشعب العراقي أو للشريحة اللي يمثلها فيدافع عنها، سواء كان على خلفية مناطقية أو خلفية أخرى يعني أو حسب قضية فكرية أصلا. إذن يعني هي مو خلافات مفتعلة نفس ما احنا مرات لربما لربما مو مفتعلة، ولا لكن لربما أكو بعض الأشخاص يعني ما نعمم أحيانا يعني ما أكو داعي للإلحاح الزايد اللي ما له أساس يعني. طشة أسميها شو أسميها ما أدري يعني. هو إحنا هسا زمن الطشة مثل ما يقولون. إذا نغلق البث المباشر لربما ما يلح زايد، بدل 50 متحدث يصيروا 10 15. صحيح يعني تطي فجو للبرلمان وجلسات البرلمان هذه. لا هي طبعا البث المباشر كل احد يطلع انه هو دافع عن بصره او هذا دافع. انا موجود كركوب. انا موجود شوفوني. انا موجود ودافعت، بس اذا ماكو نقل حي ماكو نقل مباشر لربما ينخفض هذا، هاي لربما يسمعني. يعني السوشيال ميديا هسه عمت عليكم مو الموبايلات؟ يسمعني دوله رئيس البرلمان يعني اذا ماكو بث لربما راح يقل. يفتح هو دستوريا لازم يكون يعني مباشر مو سريه. فيجون ناس تجي خلي يشوف، اللي يريد يجي خلي يجي يشوف، مو بالضروره الا فضاء تلفزيون و50 متحدث ونبقى لك هناك ساعه اخر الليل.